يقول السائل: أنا تاجر، وأثناء قدومي إلى بلدي عن طريق الطائرة أتعرض لمضايقة من طرف الجمارك. السؤال: هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل إخراج البضاعة، علما أنني لو لم أعطه قد تتعرض للأخذ؟ هذا رشوة، والرشوة لا تجوز، الرشوة لا تجوز. وإذا أعطيتهم أفسدتهم على الآخرين الذين لا يعطونهم، فلا تفعل هذا الشيء. ادفع الجمارك وخلص مالك بأن تدفع لهم جماركهم، وهذا ظلم يكون عليهم إثمه. وأما الرشوة فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية. فأنت لو خلصت مالك ستفسدهم على الآخرين، إما عطوهم فإنهم يضرون الآخرين. نعم.